بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا، التكفير حق الله ورسوله، فلا يكفر الا من كفره الله ورسوله، وليس لاحد ان يكفر احدا الا اذا قام عليه التكفير، ثبت عليه وأقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وواجب هؤلاء أن يتركوا عنهم مسألة التكفير وأن يقوموا بالدعوة إلى الله جل وعلا، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فإنه أول ما بدأ بالدعوة إلى التوحيد وتعليم الناس أمر ديني، تعليمهم الصلاة، تعليمهم أحكام الإسلام. فإن من يعيشون في تلك البلاد الغالب أو الظن أنه يغلب عليهم الجهل، قد لا يعرفون كثيرا من أحكام الإسلام، فما ينبغي المبادرة إلى تكفيرهم، بل يعلمون أولا وتقام عليهم الحجة ويبين لهم دين الله عز وجل وتزال عنه الشر. هذا هو الطريق الصحيح لمن أراد طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما هؤلاء الأخوة الذين تقول أنهم يقاتلون وأنهم يستعينون بالبرقاوي، فنقول لهم اتقوا الله عز وجل، فإنكم إن تخطئوا في عدم التكفير خير من أن تخطئوا في التكفير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فلو أخطأ الإنسان ووقع في خطأ دون التكفير فهو أهون من التكفير، لأن التكفير لابد أن يقع على أحد الرجلين، القائل والمقول له، ثم يقال لهم تعلموا العلم الشرعي، وخذوا العلم عن أهله، وارسخوا في العلم، والجهاد يحتاج إلى العلم، لا جهاد إلا بعلم. فمن تصدى للجهاد وهو جاهل فإن ضرره أهله، فيجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحذروا من هذا الطريق الذي يسيرون فيه، فإنهم يسيرون إلى الهلكة. فدين الله ليس ملعبة ولا تحكيم أهواء ولا شهوات، دين الله يؤخذ جميعه، الذي أمر بالمعروف هو الذي نهى عن المنكر، فيجب عليهم أن يتقوا الله، ويدعوا مسألة التكفير للعلماء الراسخين الذين يعرفون متى يكون التكفير
التكفير وما هي شروط التكفير، ويحذروا لأنفسهم فإنهم يسيرون في طريق مهلكة، فإنهم يرتكبون جرما عظيما وهم يظنون أنهم يسلكون طريقا يوصلهم إلى الجنة. فدين الله يؤخذ من الكتاب والسنة من فهم السلف الصالح ويفهمه علماء الأمة الربانيون. وأما الشباب الصغار أو من لم يتلقى العلم على أهله فإن الواجب عليهم أن يتقوا الله ويطلبوا العلم على أهله حتى يكونوا من الراسخين. فإنه لو أراد طبيب أن يقوم بالطب والعلاج وهو لا يحسنه كل ينكر عليه. فالعلم الشرعي من باب أول، لأنه توقيع عن الله ورسوله. فأوصي الجميع بأن يتقوا الله عز وجل وأن يتعلموا وأن يحذروا من هذا المقدسي، فإنه خارجي معروف ومن أصحاب الفكر الضال الذي يجب أن يحذر منها شد الحذر، ولا يسمع له ولا تقرأ كتبه أيضا. وأيضا مع الأمة ولله الحمد كتبهم موجودة وأشدتهم موجودة، يعني أن يتقوا الله عز وجل وأن يقوموا بالدعوة إلى الله عز وجل حسب طاقتهم، ويحذروا من تكفير المسلمين ومن تفجيرهم ومن إخلال الأمن، فأن هذه ذنوب ومعاصي يعاقبون عليها في الدنيا قبل الآخرة. والله أعلم.